هي تاريخ يمتد فوق 1000 عام يقترن بأحدث المعايير في الفروسية وفنون ركوب الخيل. إنها مزرعة هوف كاسلمان. تقع المزرعة في المنطقة الخلابة أسفل غابة توتربرغ، حيث وضعت عائلة كاسلمان معايير وأسست مركزاً متميزاً لرياضة ترويض الخيول يحتل مركز الصدارة عالمياً. يعمل أولريخ وبيانكا كاسلمان معاً في تدريب الخيول بأعلى مستوى من الحرفية مع ابنهما فرانسوا منذ أكثر من 3 عقود، حتى حول المزرعة إلى علامة تجارية معروفة دولياً. أولريخ كاسلمان تعلم مع خبير الخيول الشهير هانز واخيم كولر في فيردن، وتأثر كاسلمان بفرسان معروفين في رياضة الفروسية مثل هاري بولت، بوبي غونثر أو ويلي شوفس، الذين زودوه بالمعرفة لتدريب الخيول على مستوى يؤهله لجائزة جراند بري. أولريخ كاسلمان خبير حقيقي في فن الترويض وفارس معروف دوليا، وقد كرمه الاتحاد الألماني للفروسية بمنحه الوسام الذهبي للفرسان لإسهاماته في رياضة الفروسية. بيانكا كاسلمان تعد أخصائية معتمدة في عالم الفروسية. في عام 1980 أصبحت بيانكا بطلة ألمانيا لقفز الحواجز، ولكنها أدركت بعد ذلك ميلها لتدريب الخيول، ومن ثم غيرت مسارها المهني. نعم، غيرته بنجاح، حيث حققت الكثير من الانتصارات والمراكز على مستوى جراند بري، كما حصلت على لقب بطل ألمانيا للفرسان المحترفين، مثبتة أدلة نجاحاتها. فرانسوا كاسلمان ورث ولعه بالخيل من أبويه المحبين للخيول، ويشارك ابنه خبيري الخيول بنجاح في البطولات الأوروبية، وهو مولع بالمساهمة في تدريب الخيول وبيعها في مزرعة هوف كاسلمان. والكثير من الخيول المدربة المشهورة عالمياً مثل روبرت دوفر الذي شارك به في الأولمبياد رومانتيكو، والخيول الناجحة الخاصة بعائلة ثيودرسكو انترتينمنت وغرونوكس وغانيميدس، وحصان إيزابيل وولف الألماني البطل أماريتو، والفحل الأصيل لورد سينكلير، هي نتاج مزرعة كاسلمان التي تتمتع بسمعة رائعة في الجودة عاماً تلو الآخر. وكانت الخيول ولا سيما الحصان الشهير دايستر هي السبب في استمرار العلاقة الحميمة بين بول شوكيمول وأولريخ كاسلمان لأكثر من 30 عاما. اكتشف أولي كاسلمان دايستر ودربه حتى وصل به إلى مستوى متقدم، ثم اشتراه بول شوكيمول عام 1977. وبفضل فوزه الأسطوري في 3 بطولات أوروبية اعتلى دايستر عرش قلوب محبي الخيل والفروسية في جميع أنحاء العالم، وكان أنجح الخيول قفزة الحواجز في عصره. تقع هاجن في غابة توتربرغ شمال ألمانيا على بعد 10 كيلومترات جنوب غرب أوسنابروك، ولا يبتعد هذا المجتمع المحلي الرائع كثيف الأشجار كثيراً عن المدن الكبرى كأمستردام وهانوفر ودوسلدورف وبريمن وهامبورغ. من السهل الوصول إلى المزرعة عبر طرق السيارات رقم 31 و33 أو بالقطار. يبعد مطار مونستر أوسنابروك 20 كيلومتراً فقط عن المزرعة. وتعد رعاية مصالح العملاء واحدة من المهام الأساسية في المزرعة، حيث يتم تدريب الفرسان من مختلف البلدان على تنمية مهاراتهم. وتشكل نقاط الاتصال القائمة مع جهات في الصين وأستراليا ونيوزيلندا وكوريا وسنغافورة وتايوان والجمهورية الدوميكية واليابان وأمريكا الجنوبية والشمالية والإمارات العربية المتحدة وروسيا وغيرها، شبكة ناجحة تمتد أفرعها عالمياً. Gut, ich habe ja einmal die Aufgaben hier auf dem Hof, Kundenbetreuung und Pferde zu verkaufen, auch Pferde einzukaufen. Aber ich habe jetzt natürlich auch die Zeit, mehr in der ganzen Welt herumzureisen, Turniere zu besuchen. Ich bin einmal im Jahr in Australien auf dem Dressur Dressage and Jumping with the Stars, in Amerika, jetzt nächste Woche in die Ukraine und probiere dort Kontakte herzustellen, Lehrgänge zu machen, Unterricht zu machen. Und ich hoffe, dass das dann auch wieder hier positiv auf dem Hof dann ankommt. يقدر العملاء العقلية الألمانية، فالانضباط وأخلاق العمل المهني تفرز دائما مدربين وفرسان ممتازين. لذلك تقدم مزرعة هوف كاسلمان برامج تدريب وإدارة مهنية طويلة الأمد للفرسان والفرق التي تريد المشاركة في مسابقات وبطولات دولية. Seit 26 Jahren bin ich hier auf dem Hof Kasselmann beschäftigt und bin mitverantwortlich für die Ausbildung der jungen Nachwuchspferde und der Reiter. Ich schätze an meinem Arbeitsplatz die freundschaftliche Verbundenheit zur Familie Kasselmann, die Professionalität und das internationale Umfeld. الكثير من خيول المزرعة إما ولدت فيها أو تم شراؤها كأمهار صغيرة، وحظيت بالرعاية بالتعاون مع الخبير شوكيمول وجيستود ليفيتس.
ولذا يمكن تزويد العملاء بمعلومات تفصيلية ونصائح حول كل حصان، ليس فقط فيما يتعلق بركوبه ولكن أيضا بسلوكه والتعامل اليومي معه. وتشتمل معايير عائلة كاسلمان العالية على توجيه ورعاية الفرسان والخيول على حد سواء، بل تدعم أيضا العملاء وخيولهم. Den Hof zeichnet eigentlich aus, ja, dass man immer gerne wiederkommt. Es ist unheimlich schöne familiäre Atmosphäre. Das, glaube ich, zieht auch die Kunden an, vor allen Dingen junge Leute. Wir haben ja sehr viele Leute, auch Kunden aus dem Ausland, die immer wieder herkommen, weil sie gefördert werden auf guten Pferden, individuellen Unterricht kriegen. Das bringt Spaß und Erfolg. ولكن مزرعة كاسلمان لا تعزز ترويض الخيول فحسب، فقد أعدت ساحة صغيرة ولكن متميزة لتدريب الخيول على قفز الحواجز، وتحتوي على أفضل وأحدث أدوات التدريب، كما تعطى الأولوية لتوفير كل متطلبات الخيول، بما في ذلك الأعداد الضخمة من الخيول في كل الأعمار والمستويات، والتي تتمتع بخلفية تدريبية سليمة. وتعد خدمة ما بعد البيع ذات أهمية قصوى في فلسفة كاسلمان، حيث يتم التأكيد على تقديم الرعاية الممتازة والمساعدة قبل شراء الحصان وأثنائه وبعده. ومن هنا تقدم المزرعة لعملائها خبرتها في ترويض الخيول، وكذلك الرعاية الطبية والخبرة التدريبية التي تطورت عبر قرون. Unser Prinzip ist es, wenn Kunden bei uns Pferde erwerben, dass wir die Kunden auch nachhaltig betreuen, auch weiter ausbilden, Turnierbetreuung anbieten. Und das ist zurzeit vornehmlich meine Aufgabe. تقدم المزرعة لعملائها الإرشاد والتوجيه والعروض التقديمية والتأهيل كباقة خدمات متكاملة. تقدم خدمات الفحص البيطري بالتعاون مع عيادات الخيول الدولية رفيعة المستوى، وتساهم العلاجات الطبية العامة والفحوص البيطرية المنتظمة في رفاهية الخيول وصحتها. وتدير هوف كاسلمان جميع الالتزامات الإدارية المتعلقة بتصدير الخيول، كما تنظم مع شركاء توفير الخدمات اللوجستية طويلة الأمد، عملية النقل الكاملة لحصانك في جميع أنحاء العالم، علماً بأن المكتب وطاقم العمل الكفؤ سيتوافرون دائماً لتقديم المساعدة والنصح، وحال الطلب يتولون مسائل التأمين وتوفير المعدات. فلتستمتع بالباقة الكاملة لخدمات هوف كاسلمان الشاملة. ترتبط مزرعة هوف كاسلمان ارتباطاً وثيقاً برياضة الفروسية. كون أورليخ كاسلمان وبول شوكيمول سمعة دولية ممتازة كمنظمين للمسابقات والمسادات، هذا إلى جانب سمعتهما المعروفة في بيع وتربية الخيول. ففي كل عام في مستهل فصل الربيع بالضبط في بداية موسم الإجازات تتوجه سلسلة المسابقات الدولية إلى هاجن. وقد تم تطوير فعالية خيول وأحلام لتتوائم مع الرؤى الاقتصادية والاجتماعية لأورليخ كاسلمان، حيث تجتمع الرياضة والتعليم والثقافة والعروض والترفيه فضلاً عن التعلم التفاعلي، وتقدم في شكل برنامج مستدام يخدم كل من الفرسان والزوار على حد سواء. كذلك تلقي أكبر فعالية رياضية في لوور ساكسوني الضوء على هذا البلد المختلف بثقافته وتقاليده، ليعرفه أكثر من 60,000 زائر سنوياً. وتعد فعالية أبطال المستقبل من أهم فعاليات الفروسية في ألمانيا، ويسمح لجهة تنظيم واحدة في كل بلد باستضافة كأس الأمم، وهناك يلتقي أبطال المستقبل في رياضة الفروسية وترويض الخيول في هاجن لإقامة كأس الأمم الألمانية لصغار الفرسان في الترويض وقفز الحواجز. PSI المبيعات الدولية للأداء هو المزاد الخاص الشهير الذي يستضيفه كل من أورليخ كاسلمان وبول شوكيمول، ويحظى بسمعة دولية ممتازة. أقيم هذا المزاد عام 1981 بنيوبورت رود آيلاند بالتعاون مع فرسان ومشرفين عالي المستوى مثل جورج ثيودورسكو، فرانك شابوت، وجورج موريس،
وينعقد المزاد منذ أكثر من 30 عاماً في عطلة نهاية الأسبوع الثانية من ديسمبر، ويتم اختيار الخيول المروضة الموهوبة التي تتراوح أعمارها من 3 إلى 6 أعوام وتتميز بجودتها دولياً، وخيول القفز على الحواجز التي تتراوح أعمارها من 4 إلى 7 أعوام التي كان لها عروض فروسية ناجحة والمؤهلة لرياضة عروض القفز على الحواجز الدولية لعرضها في هذا المزاد. تفوق الكثير من الخيول التي بيعت في مزادات PSI السابقة واحتفظت بتفوقها في البطولات الدولية والألعاب الأولمبية عاماً بعد عام. تطورت هوف كاسلمان لتتحول إلى مركز استشارات معروف ومعتمد عالمياً، كما أسست المزرعة فرعاً تجارياً خاصاً يتوافق مع كافة الاستعلامات حول موضوع الخيول. وتوفر هوف كاسلمان للاستشارات خبرتها في تنظيم الفعاليات على أعلى مستوى، كما تقدم خدمات الفروسية بأنواعها، فضلاً عن تقديم أنشطة استشارية أخرى. تمتع بحسن الضيافة لدى بورغبورغ وحقق الاستفادة من المستوى المهني المتميز والخدمة الموجهة للعملاء والجو العائلي، واعتمد على شعار هوف كاسلمان: لن نرضى إلا إذا تحقق لك الرضا الكامل.